يلا بسم الله الرحمن الرحيم. certificate authority certificates. ايه بقى حوار certificate authority certificates دي؟ لما كنت دلوقتي بلوجن على اعمل administration للسيرفر بتاع الايس، المفروض ان هو كان بيطلب مني حاجه اسمها سيلف ساينس او بيجنريت حاجه اسمها سيلف ساينس سيرتيفيكت. نراجع كده على السيناريو كنا اخدناه الايام الان ايه ونظبطه النهارده بقى عملي بطريقه بروفيشنال اكتر. تمام، دلوقتي على سبيل المثال انا عندي يوزر عايز ادخل على ويب سيرفر سكيورد زي مثلا موقع زي فيسبوك. المفروض دلوقتي ان البي سي بيجنريت لنفسه سيكرت كي. بيجنريت لنفسه ايه يا شباب؟ سيكرت كي. ايه لازمه السيكرت كي؟ ان دلوقتي اساسا البي سي لما يجي يبعت يوزر نيم وباسورد، تمام، لما يجي يكتب اي داتا يبعتها للفيسبوك المفروض اساسا ان هو يشفرها، فلازم يبعت مع الداتا دي ايه؟ السيكرت كي بتاعه للفيسبوك عشان الفيسبوك يفك التشفير بالسيكرت كي بتاعه بطريقه سيمتريك. تمام، مشكلتي دلوقتي ان لو مان ان ذا ميدل لقط الكلام ده خلاص الدنيا باظت. تمام، طبعا انا بقول الكلام ده بسرعه على اساس ان احنا واخدينه ايام اساسا ال ان ايه في الجزء بتاع الفي بي ان. تمام، وكده كده هيتاخد هنا في الكورس ده برده بالتفصيل اكتر يعني، بس عشان ما نضيعش فيه وقت طويل. فالمفروض ان الفيسبوك هيجنريت لنفسه بابليك كي وبرايفت كي، فاللي هيحصل ان البي سي بطريقه ما هيطلب البابليك كي بتاع الفيسبوك يشفر السيكرت كي بتاعي يبعته متشفر للفيسبوك، فالفيسبوك يفك التشفير بمين؟ بالبرايفت بتاعه. العالم كله عارف البابليك بتاع الفيسبوك لكن مفيش حد يعرف البرايفت بتاعهم. تمام، وبالتالي حتى لو من ان ذا ميدل لقط البابليك كي ما يلقطه، هو مش معاه البرايفت كي اللي يفك بالتشفير. ده كده الوظيفه اللي احنا بنسميها انكريبشن. الفكره كلها بقى دلوقتي ان انا عايزه اركز على عمليه الاوثنتيكيشن. ايه الاوثنتيكيشن ده؟ البي سي محتاج ان هو يوثنتيكيت السيرفر زي ما السيرفر بيحتاج انه يوثنتيكيت البي سي، برضو البي سي عايز يتاكد انه فعلا داخل على الفيسبوك ولا لا. مش جايز حد بيلعب لي اصلا في الريكوردز والاقي نفسي دخلت على سيرفر تاني يكون الداتا عليه مش سكيور فيكابتشر الترافيك بتاعي ويشوف اليوزر نيم والباسورد بتاعي. لا، انا محتاجه فعلا ان انا اوثنتيكيت ايه؟ السيرفر. فاي سيرفر على مستوى العالم بيبقى له بطاقه رقميه بنسميها ديجيتال سيرتيفيكت. ايه الديجيتال سيرتيفيكت دي؟ دلوقتي كتشبيه قلت لكم قبل كده مثلا بعرف اسوق. لو جيت على ورقه وكتبت ان انا بعرف اسوق ووريتها ليكم، حد فيكم هيصدقني؟ لا. لكن لو رحت ختمتها من اداره المرور المفترض ساعتها ان انا كده ثقه بالنسبه لكم. نفس الفكره بالظبط، البي سي اس او الفيسبوك المفروض ان هو بيجنريت لنفسه ديجيتال سيرتيفيكت بيروح يختمها من اداره المرور. اداره المرور في شغل الشبكات بنسميه سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. اسمه ايه يا شباب؟ سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. في بعض الشركات سمعتها زي البرلنت في الحته بتاعه السكيورتي زي فيرا ساين زي ديجي سيرت زي سايمانتك. فالمفروض دلوقتي الفيسبوك بيختم الشهاده بتاعته من سيرفر من السيرفرات دي. تمام، هو للدقه بقى الكلام ده هنشوفه بالديتيلز قدام زي ما اتفقنا. هيبعت الديجيتال سيرتيفيكت يقوم السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر يتشيك عليه الاول هو سكيورد ولا لا وبعد كده يختمه له. فالبي سي في البدايه هيروح للفيسبوك اساسا يطلب منه الديجيتال سيرتيفيكت دي اللي بتبقى متحمله بشويه معلومات. معلومات زي ايه؟ هي فاليد لمين؟ فيسبوك. فاليد من مين؟ واخدها من مين؟ ديجي سيرت. تمام، فيسبوك فعلا واخدها من ديجي سيرت. فاليد من امتى لامتى؟ زي ما اللايسنس بتاعه القياده بتبقى فاليد من كذا لكذا، المفروض برضو ان الديجيتال سيرتيفيكت بتبقى فاليد من كذا لكذا. واهم حاجه عندي دلوقتي اللي هي البابليك كي، اللي هي مين يا شباب؟ البابليك كي. تمام، فين المعلومات دي؟ لو جينا ندخل كده على فيسبوك، تمام، لو ضغطنا هنا الكونكشن سكيورد مختوم من ديجي سيرت مور انفورميشن فيو سيرتيفيكت. تمام، اتفقنا ان هي مختومه لفيسبوك من ديجي سيرت فاليد من كذا لكذا. تمام، وادي البابليك كي وده حجم الكي وده حجم مين؟ الكي. والديجيتال سيرتيفيكت دي في منها فيرجنز، الفيرجن دلوقتي اخر فيرجن اتعمل منه يعني اللي هي فيرجن 3، وده طبعا الهاشنج بتاع السيجنتشر بتاع الديجيتال سيرتيفيكت. تمام، الفكره بقى دلوقتي ان انا لما اجي ادخل على فيسبوك هو واخد الشهاده منين او ختمها من مين؟ من موقع تراستد على مستوى العالم. انا دلوقتي لما حبيت ان انا ادخل على السيرفر بتاعي اللي هو اسمه ايه؟ الاي سيرفر، لما جيت ادخل عليه ما كانش عليه سيرتيفيكت، او بمعنى ادق هو مش خاتم السيرتيفيكت من حد، وبالتالي عمل لنفسه جنريت لايه؟ السيرتيفيكت بنسميها سيلف ساين سيرتيفيكت. بنسميها ايه يا شباب؟ سيلف ساين سيرتيفيكت. يعني لو جيت دلوقتي مثلا من المكنه بتاعت الكلاينت كده
هسطب بس الاول كده هنا ايه الفايرفوكس، عشان طبعا البراوزرز العاديه بتعمل معايا مشاكل في الحته بتاعت ايه ان انا كونكت على الايس، اقصد اللي هو الانترنت اكسبلورر يعني والايجي والكلام ده. ليه؟ طيب معاك اللاب يمينة؟ حاضر هشوفهولك، بس هاتلي اللاب وانا اعملهولك على مكنة؟ لا هاتهولي وانا اعملهولك. كمان فيديو شغال يا ولد، استنى كده اما يقوم. معايا كده؟ لو جيت دلوقتي ان انا اكونكت هقول له هنا اتش بي اس الاي بي بتاع 192.113.200 انتر، تمام. ادفانسد اكسبت، كده انا قبلت السيلف ساين سيرتيفيكت. هو الرساله اللي طلعت لي دي كانت ايه؟ كانت وارنينج، تحذير، بيقول لي ان انت داخله على اصلا موقع مش واخد السيرتيفيكت من مكان معين تراستد، انت متاكده ان انت عايزه تدخلي عليه ولا لا؟ فانا قلت له اعمل لي اكسبشن ودخلني، تمام. الفكره بقى دلوقتي ان انا عايزه اطلب للاي سيرفر سيرتيفيكت من مكان تراستد. سيرتيفيكت من ايه؟ من مكان تراستد. بص عندي القفل هنا بيقول لي كونكشن نوت سكيورد، انا مش ضمني ده فعلا اتش بي اس ولا لا، تمام. فعايزين دلوقتي نتعلم ازاي ان الاي سيرفر بتاعي اخد له سيرتيفيكت من ديجيتال او اسفه من سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. طبعا لو هنتكلم واقعيا، لو العالم الخارجي اي حد من بره ادمنز بره عايزين يدخل عليه، اكيد طبعا المفروض ان انا اشتري له سيرتيفيكت. اشتري له سيرتيفيكت منين؟ اي موقع من اللي قلنا عليهم، تمام. زي مثلا فيرا ساين اشهرهم، لكن احنا دلوقتي في لاب انفايرمنت، وعشان كده هحول الدومين كنترولر بتاعي اساسا لسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. طب الكلام ده بيتم فعلا على ارض الواقع ولا لا؟ عادي جدا ممكن يتم على ارض الواقع. انت عندك دلوقتي السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر ممكن يكون في منه بابليك زي ما اتفقنا زي فيرا ساين والكلام ده، او ممكن يكون برايفت داخلي جوه الشركه بتاعتي سيرفر انا حولته لسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، تمام. وبالتالي انا كده ما اتكلفتش اي فلوس لان البابليك بيكلفني، وكل نوع سيرتيفيكت اساسا بيبقى بسعره، تمام. والسيرتيفيكتس دي المفترض ان هي بتتجدد، تمام. طبعا احنا بنتكلم بالدولار. فالفكره دلوقتي اشتري السيرتيفيكت ولا لا؟ نتكلم بقى كده مع بعض شويه في الحته دي. والله لو انا عندي سيرفر، هفترض مثلا ويب سيرفر العالم اللي بره عايز يدخل عليه، لو انا دلوقتي الويب سيرفر اللي انا عاملاه في شركتي اخدت له سيرتيفيكت من برايفت سيرتيفيكت اوثوريتي، الناس اللي بره تيجي تدخل عليه هم تراستد اصلا في السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر بتاعي؟ هم مش عرفهم بيه. ويبقى الصح ساعتها ان انا اشتري ايه؟ سيرتيفيكت من مكان تراستد، لان كل البراوزرز وكل الويندوز بيبقى نازل فيها مجموعه من السيرتيفيكتس اساسا تراستد باي ديفولت. يعني لو جيت فتحت هنا ران ام ام سي ودخلت هنا على فايل اد وريموف سناب ان سيرتيفيكتس، سي مثلا عايز اعرض السيرتيفيكتس الخاصه مش باليوزر بس، الخاصه بالكمبيوتر ككل، فينيش كي، هلاقي هنا تحت Trusted Root Certificate Authorities، دي عبارة عن مجموعة كبيرة من السيرتيفيكتس للسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفرز اللي أنا قلت لكم عليها اللي هي Trusted دي، زي مثلا زي ديجي سيرت، زي مثلا زي فيرا ساين، تمام. الأماكن اللي هي معروفة دي أنا كنت طالباها ليا أنا، تمام، كنت بعمل حاجة في شغلي أنا. تعالى بس هفترض إن الديجيتال سيرتيفيكت بتاعت الديجي سيرت دي أنا مسحتها بالكامل، أجي بعد كده أدخل على أي موقع أساسا واخد الشهادة بتاعته من ديجي سيرت، هيقول لي لا أنا مش تراستد فيه، تمام. مش بس كده، دول كده كده بينزلوا مع الويندوز. مش بس كده، ممكن كمان إن أنا أجيبها من البراوزر. بمعنى إيه؟ لو ضغطت هنا، تمام، سيتنجز، لو جيت أسرش على سيرتيفيكتس فيو سيرتيفيكتس، لو دخلت هنا على الاوثوريتيز اللي هو المقصود بتراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتي، برضو فيه هنا مجموعه كبيره من السيرتيفيكتس نازله مع البراوزر، نازله مع الفايرفوكس اصلا. وبالتالي لو جيت ادخل على اي موقع واخد السيرتيفيكت بتاعته او مختومه السيرتيفيكت بتاعته من اي واحد من دول، هدخل عليه عادي جدا. لكن لو انا دلوقتي مثلا السيرتيفيكت بتاعتي مش موجوده في دول، اجي ادخل عليه هيقول لي الرساله اللي عدت دي انت متاكده عايزه تدخلي عليه ولا لا؟ اعمل له اكسبشن ولا لا؟ واضحه الفكره؟ علشان كده في السيناريو بتاعي دلوقتي انا زي ما قلت لكم عايزه ان انا اجي جوه الشركه بتاعتي اقوم برايفت سيرتيفيكت اوثوريتي. طيب
البرايفت ده كويس ولا لا؟ على حسب، لو في ناس من بره ما يعرفوش السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر بتاعك هيدخلوا عليك ويعملوا فيو للسيرتيفيكت، يبقى مش هينفع ان انا اعتمد على البرايفت. لكن تعالى مثلا نفترض ان انا عندي ميل سيرفر داخلي جوه الشركه، جوه الشركه بس، تمام؟ والميل سيرفر ده انا عايزه سيرتيفيكت للاجهزه بتاعه الموظفين، انا لو اشتريت سيرتيفيكت لكل يوزر لا ده مكلف، تمام؟ طب ما انا اخلي اساسا الاجهزه اللي عندي جوه اللين ده، جوه اللين يعني اكيد هتبقى تراستد في السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر بتاعي، تمام؟ وبالتالي اساسا اخد لهم سيرتيفيكت من السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر اللي انا مقوماه، وبالتالي ارخص جدا، انا ما دفعتش حاجه، تمام؟ الصح طبعا ان انا دلوقتي لو ناويه ان انا اقوم سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر يبقى جهاز ممبر من الدومين. الصح يكون ايه؟ جهاز ممبر من الدومين عليه ويندوز سيرفر. انا كنوع من توفير بس للمكن هحول الدومين كنترولر بتاعي هو ذات نفسه اشغل عليه برضو خدمه السيرتيفيكت اوثوريتي، تمام؟ وبعد كده هاجي على الايس اخليه ياخد سيرتيفيكت منين؟ من السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. خدوا بالكم من حاجه، ان الكلاينت حتى هذه اللحظه انا متعمده ان هو يكون ورك جروب، وطالما لسه ورك جروب هو شعرفه بالسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، فلازم السيرتيفيكت دي اساسا بتاعه السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر برضو اثبتها على الكلاينت، يبقى اثبتها هنا واثبتها هنا. لكن لو دلوقتي الكلاينت ده ممبر من الدومين هيبقى تراستد فيه لوحده. واضحه الفكره؟ طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ واحده واحده بقى. هاجي اول حاجه على الدومين كنترولر بتاعي، قلت لكم احوله للسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، فهاجي تحت قائمه مانج اد وريموف فيتشرز نيكست نيكست، هتشيك هنا اكتف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس نيكست، تمام؟ انهي سيرفيس من دول انا عايزاهم؟ اول واحده طبعا دي ماست، لان دي اللي بتقوم معايا السيرفيس، محتاجه كمان السيرفيس دي سيرتيفيكت اوثوريتي ويب انرولمنت. ليه بقى؟ حتى طلب مني هنا ان انا اسطب الاي اس، لان المفروض دلوقتي ان الكلاينت انا في حالتي هخليه يطلب السيرتيفيكت عن طريق براوزر. عن طريق ايه؟ براوزر. فطالما عن طريق براوزر لازم ان انا افعل الخدمه دي، وطبعا زي ما اتفقنا هو طلب مني تسطيب الاي اس، الاي اس ده اللي بيحول جهازي لويب سيرفر، تمام؟ نيكست نيكست انستول، دي كده اول خطوه. خلص خلص. بعد ما انا خلصت كلوز لسه بس اديله ريفرش، لو ضغطت هنا هقول له هنا كونفيجر اكتف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس، تمام؟ نيكست، بيقول لي طبعا مين اللي هيكمل الويزرد ده، تي شوت على ادمنستريتور، نصبر لغايه ما يخلص الريفرش خالص، تمام؟ نيكست. انا دلوقتي مسطبه الاثنين رول دول، فدول اللي انا عايز اعمل لهم كونفيجريشن. نيكست. انت عايزه السيرفر ده يكون انتربرايز ولا ستاند الون؟ انتربرايز يعني ممكن يكون ممبر من الدومين، ممكن يكون ايه؟ ممبر من الدومين. بصراحه في استفادات كتير، يعني ابسط حاجه ممكن ان انا استفيد من خدمه اسمها تمبلت، ان التمبلت دي يتعمل لها اوتو داونلود على الاجهزه بتاعه كلاينتس في حاله لو هي ممبر من الدومين، بدل ما انا زي ما هعمل دلوقتي اسطب السيرتيفيكت بتاعته على الاجهزه بايدي، لا لو الجهاز ده ممبر من الدومين السيرتيفيكتس هتتعمل لها اوتو داونلود على الاجهزه، ولا عايزاه ستاند الون؟ تمام، انا في حالتي مش فارقه قوي، هنخليه ستاند الون، هنخليه انتربرايز وخلاص يعني، تمام؟ لان كده كده قلت لكم المكنه بتاعتي ما هياش ممبر من الدومين. نيكست. انت عايزاه روت ولا سب اورنت؟ روت يعني اول دومين او اول الاسفه سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر عندي. في الانتربرايزز الضخمه قوي ممكن ان انا اعمل تحتيه واحد مساعد ليه، عشان بقى ما ادخلكوش في متفاصيل بقى احنا مش درسناها في الكورس بتاعنا اصلا، هنختاره زي ما هو ايه؟ روت سي اي. نيكست. انت عايزه ان انت تكريتي برايفت كي جديد ولا تستخدمي برايفت كي اوريدي عندك؟ ده اول مره سطبه، يبقى هقول له ايه؟ كاريت برايفت كي جديد، ده دلوقتي السيتنجز بتاعته، حجم كي اس اتش ام 256، هسيب هنا كل حاجه على الديفولت. نيكست. الكومون نيم بتاع السيرفر ده، تمام؟ الديستنجوش نيم فيرينا، شكرا المنظر ده، تمام؟ كل حاجه عندنا في بيت الدومين بتتقري عن طريق حاجه اسمها ديستنجوش نيم، تمام؟ عشان ما دخلكوش برضه في تفاصيل هقول له نيكست وخلاص. المفروض ان الاجهزه بتطلب مني سيرتيفيكت، السيرتيفيكت دي المسار بتاعها فين؟ بيتحط في المسار ده، ده الداتا بيز بتاع السيرتيفيكتس، ولو حصل اي مشاكل ده المسار بتاع اللوج فايلز. نيكست كونفيجر.
تمام كده خلاص. لو دخلت تحت تولز ودخلت على الكونسول بتاعه سيرتيفيكت اوثوريتي تمام، السيرفر باي ديفولت اول سيرتيفيكت بيعمل لها جنريت ليه هو. يعني لو دخلت الاول كده نمسكها واحده واحده، ريفوكت سيرتيفيكت، ريفوكت يعني السيرتيفيكتس اللي اترفضت، ما هو ممكن السيرفر اساسا بتاعي يرفض يدي سيرتيفيكتس للناس تمام، فبتتحط تحت ريفوكت. ايشود اللي هي السيرتيفيكتس اللي اوريدي ناس طلبتها هتظهر عندي هنا. بيندنج افرض ان انا عندي دلوقتي اساسا كلاينت طلب سيرتيفيكت وانا كادمن لازم الاول اعمل لها ابروف، هتظهر عندي هنا بيندنج مستنيه، وانا اللي اقول له كليك يمين وافق على السيرتيفيكت دي. سيرفيس اساسا او سيرتيفيكت اتعمل لها فيل ما قدرتش توصل للكلاينت، فساعتها هتظهر عندي هنا. وعندي زي ما اتفقنا مجموعه من التمبلتس، نصبر بس كده شويه لاني طبعا اخترت الاوبشن بتاع مين ان هو يكون انتربرايز، ففي عندي هنا مجموعه من التمبلتس دي اللي معمول لها ايشو. لكن بصفه عامه كليك يمين مانج دي مجموعه ضخمه من السيرتيفيكتس اللي ممكن ان انا استفيد باي واحده منهم تمام. عموما انا قلت لكم تاني ان السيرفر باي ديفولت ايه بيجنريت لنفسه سيرتيفيكت، بتظهر فين؟ لو انا قلت له هنا كليك يمين بروبرتيز ايوه تمام، ادي السيرتيفيكت اللي رقمها كام؟ زيرو. فيو سيرتيفيكت طبعا عشان انا مديها السيرفر 2 جيجا رام فالدنيا تقيله عليه شويه، عشان طبعا الايس مدين له ايه رامات كتير تمام. ادي السيرتيفيكت ايشود لمين؟ لنفسه. ايشود باي مين؟ وفاليد من امتى لامتى؟ انا كنت سبتها 5 سنين باي ديفولت، عشان كده ظهر لي هنا من 2024 ل 2029. سيرتيفيكت بس، سيرتيفيكت بس مش هي واخدها من حد، هو واخدها من نفسه تمام. ولو دخلت على الديتيلز على سبيل المثال مثلا ممكن اشوف هنا البابليك كي بتاع السيرفر ده تمام كده. طيب اول حاجه بقى السيرتيفيكت اللي انا لسه موريها لكم دي عايزه ان انا انقلها على مين؟ على الويندوز كلاينت وكمان على الايس، عشان يبقوا ثقه هم بياخدوا السيرتيفيكت منين. فممكن على فكره ان انا كنت اجي هنا على السيرتيفيكت دي كده فيو واقول له كبيرها الفايل تمام، اقول له دلوقتي هنا كوبي تو فايل، واخد اساسا السيرتيفيكت دي بايدي وابدا ان انا استطبع على الويندوز 10. دي طريقه. انا عن نفسي بقى عايزه طريقه تانية. ايه هي؟ هدخل هنا على http://. الاي بي بتاع السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر اللي هو 113.100، معنى كده ان خدمه الويب سيرفيس شغال عليه. لا انا مش عايزه ادخل على ده، انا عايزه ادخل على الدايركتوري اللي تحتيه اللي اسمه سيرت سيرف. اسمه ايه؟ سيرت سيرف. انتر لغايه بس كده هلوجن دلوقتي. عرفت الاسم ده منين؟ يو دونت هاف تو ميمورايز، مش شرط ان انت تفتكر كل حاجه. لو دخلت تحت تولز تحت اي اي اس انترنت انفورميشن سيرفيس، انا قلت لكم الجهاز بتاعي خلاص اتحول لويب سيرفر تمام، هلاقي هنا ادي الديفولت سايت نيم وظهر تحتي ايه سيرت سيرف، يبقى انا داخله على الموقع اللي ظهر عندي هنا ده تمام. يبقى تاني كتبت الاي بي، هكمل الخطوات عن طريق مين؟ الاكونت بتاع الادمنستريتور بتاع الدومين كنترولر اللي هو تيشرت على ادمنستريتور. اول حاجه زي ما قلت لكم ان انا مطلوب مني ان انا اعمل داونلود للسيرتيفيكت بتاعه السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر ذات نفسه تمام. هاجي هنا اقول له داونلود سي اس سيرتيفيكت تمام، هختار هنا ان التمبلت بتاعتي تكون 64 بت داونلود سيرتيفيكت اوثوريتي، هعمل لها سيف. المفترض ان هي سايباها هنا على الديفولت تظهر تحت داونلودز. نصبر الاول لغايه ما اتاكد ان هي اتعمل لها داونلود، هي حجمها بيبقى صغير جدا يعني تمام كده خلاص. عشان بس ايه ما انا عند اللخبطه هعمل لها رينيم، هسميها روت سي اي تمام. ولو حبيت ان انا اشوف الامتداد بتاعها بيبقى الامتداد بتاعها سيرت. عايزه دلوقتي اول خطوه ان انا استطبع على جهاز الكمبيوتر بتاع الكلاينت بتاعي، يا اما ان انا افتح قائمه رن وادخل هنا على الام ام سي واجي بعد كده تحت فايل اد وريموف سناب ان سيرتيفيكتس. سي دلوقتي عايزه السيرتيفيكتس بالنسبه للكمبيوتر ككل مش ليوزر معين. نيكست فينيش، واجي هنا تحت تراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتيز. انا قلت لكم بصوا ده ويندوز جديد خالص اهي، مكنه انا ما عملتش فيها اي حاجه من المره اللي فاتت، نازل فيها اساسا بعض السيرتيفيكتس بتاعه سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفرز نازله مع الويندوز.
فيا اما ان انا اجي هنا اقول له اول تاسك وبعد كده امبورت السيرتيفيكت، تمام، دي طريقه، او ان انا ادبل كليك على السيرتيفيكت بايدي اوبن، قال لي السيرتيفيكت دي ايه نوت فاليد، مش شغاله. ليه؟ The CA root certificate is not trusted because it is not trusted in the trusted root certificate authority store. مش موجودة عندي هنا، مش موجودة في دول، فبالتالي مش واثق فيها. تمام؟ مين المسار بتاعها؟ أنا جايبها منين؟ ده كان أساسا الفريندلي نيم اللي كان موجود وأنا بسطب السيرتيفيكت authority server بتاعي. فممكن إن أنا بكل بساطة هنا أقول له أساسا تحت general أقول له install the certificate، عايز اسطبها لليوزر ده بس ولا للكل؟ اب تو يو، انا هسطبها لكل ماشين. تمام؟ طيب ممكن اسيبها اوتوماتيكالي هو عارف مسارها هيتحط فين، او ان انا اساسا اكون مور سبيسيفيك هقول له براوز ان انا عايز احطها فين؟ تحت تراست روت سيرتيفيكت اوثورتيز. تمام؟ اوكي نيكست فينيش، اتقل كده لغايه ما يقول لي اساسا ان الامبورت سكسيدد كده. تمام؟ تمام. وبالتالي المفترض ان هي تظهر عندي هنا. اديله كده ريفرش اهي. تمام كده بقى لو جيت على السيرتيفيكت بتاعتي تاني دبل كليك اوبن ما ظهرش عليها علامه الغلط الاحمر، كده السيرتيفيكت بتاعتي اوكي شغاله وتمام وزي الفل. واضحه؟ دي كده اول خطوه. محتاجه خطوه كمان ان نفس السيرتيفيكت اللي انا وريتها لكم دي اعمل لها امبورت على مين؟ على الايس. اعمل لها امبورت على مين يا شباب؟ على الايس. طبعا انا مش هدخل سي ال اي على الايس وابدا ان انا اسطب السيرتيفيكت، معرفش اصلا ليها طريقه. تمام؟ وبالتالي هكونكت من خلال مين؟ البراوزر ادمن طبعا. لغايه دلوقتي السيرتيفيكت بتاعتي فيها مشاكل صح؟ اول حاجه كده مبدئيا لو دخلت على الايكون دي ادمنستريشن لازم ابقى عارفه اسم السيرفر بتاعي. اسم السيرفر بتاعي اجيبه منين؟ لو دخلت هنا على ديبلويمنت اوكي ايس. تمام؟ انا كنت مدياله دومين نيم اثناء التصطيب، وبالتالي الفولي كواليفايد دومين نيم بتاعه الاسم بتاعه بالكامل هو ايس دوت تي شوت دوت كوم. هاخد كوبي من الاسم ده. دي اول حاجه كده مبدئيا لازم اكون عارفه الاسم الكامل فولي كواليفايد دومين نيم اللي هو المقصود بيه الاسم الكامل بتاع الايس سيرفر بتاعي. تاني خطوه تحت برضو الادمنستريشن تاب هلاقي فيه هنا سيرتيفيكتس، نمشيها بقى واحده واحده. اول حاجه محتاجه ان السيرتيفيكت بتاعه السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر بتاعي احطها هنا، هو ده تراستد روت سيرتيفيكت اوثورتيز. تمام؟ اعمل لها امبورت، هي موجوده فين؟ تحت داونلودز، هي دي اوبن، وديها اي فريندلي نيم سي مثلا هسميها روت سي اي. تمام؟ روت سي اي. وشوف بقى انت حابب تستخدمها في ايه، سي مثلا للوزن ايس، للكلاينت اوثنتيكيشن كمان علشان عمليه السيس لوج سيرفيس السيس لوج، تراست فور سيرتيفيكت بيزد ادمن اوثنتيكيشن ايكونز اوثنتيكيشن اسا، يعني عموما حدد انت عايز تستخدمها في ايه، لان احنا عارفين طبعا ان الايس ليه استخدامات كتير. وبعد كده هقول له هنا سبميت. تمام؟ المفترض ان انا هلاقيها هنا روت سي اي جايه لي منين؟ تي شوت. تمام؟ الخطوه اللي بعديها هدخل تحت السيرتيفيكت سايننج ريكويست، المفترض ان انا هجنريت ريكويست اساسا من السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، اسفه، من الايس ان يطلب سيرتيفيكت من السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. الخطوه اللي مطلوبه دلوقتي ان انا اجنريت ريكويست من السيرفر بتاع الايس ان يطلب سيرتيفيكت منين؟ من السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. فهدخل هنا تحت سيرتيفيكت سايننج ريكويست، جنريت سيرتيفيكت سايننج ريكويست سي اس ار، بنسميه سي اس ار. تمام؟ هسيب دي على الديفولت مولتي يوز لاني هستخدمها في اكتر من استخدام احنا حددناهم. اول حاجه مش هفعل الوايلد كارد عشان ما ادخلكوش في تفاصيل، بس عموما الوايلد كارد ده ممكن السيرتيفيكت يكون تحتيها سب سيرتيفيكتس كده بستخدمها في استخدامات ثانيه. عموما عشان ما ندخلش في تفاصيل انا عايزه سيرتيفيكت واحده بس. لمين؟ لانهي سيرفر؟ الايس. تمام؟ هسيبه هنا فولي كواليفايد دومين نيم. المعلومات اللي فوق دي عاديه جدا، زي مثلا اورجنايزيشن يونت اي تي، قسم الاي تي، اسم الشركه تي شوت سيتي زجزج شرقيه. تمام؟ كونتري ايجيبت،
لغايه دلوقتي دي معلومات عاديه. هنا بقى ده الجزء اللي يهمني. اول حاجه المفروض دلوقتي لما انا من الكلاينت اكونكت على الاي سيرفر، ممكن اكونكت بالاسم وممكن اكونكت بالاي بي. فلو انا حبيت ان انا اكونكت بالاسم هطلب السيرتيفيكت دي، اكتب له هنا الفولي كواليفايد دومين نيم. يبقى انا كده بقول ان السيرتيفيكت دي فاليد في حاله لو الكلاينت هيدخل على الاسم ده، وممكن اديله اكتر من اسم، ممكن اديله ايس 1 ايس 2 and so on. تمام. طيب مش شرط ان انا اكونكت بالاسم، افرض ان انا حبيت ان انا اكونكت بالاي بي. لو انا اكتفيت بدي يبقى معنى كده اكونكت بالاسم السيرتيفيكت هتبقى فاليد، لان السيرتيفيكت فاليد للاسم الفولي كواليفايد دومين نيم ice.tshot.com. لكن لو حاولت ان انا اكونكت بالاي بي مش هتبقى فاليد. وبالتالي انا عن نفسي كعبير افضل ان انا كمان اضيف الاي بي اللي هو مين بتاع الاي سيرفر، وزي ما قلت لكم ممكن اضيف اكتر من اسم. تمام. طبعا الاسم ده لازم يكون اساسا يعني اقدر ان انا اوصل له من الكلاينت. تمام. حتى هذه اللحظه الكلاينت بتاعي لو حاول يوصل للاسم ده مش هيعرف. ليه؟ لان لا الايس بتاعي ممبر من الدومين ولا الكلاينت ممبر من الدومين. لو الاثنين ممبر من الدومين هيترجموا اساسا الاسم عن طريق الدي ان اس اللي موجود على الدومين كنترولر. تاني انا متعمده ان انا لسه ما خليتوش ممبر من الدومين عشان اقول لكم ازاي تحل المشاكل دي. تمام. بعد كده الباقي هسيبه كله على الديفولت. جنريت بقى للريكوست ده، اعمل اكسبورت للفايل ده، ماشي. تمام. سي مثلا هسيف الملف. ايه الملف ده؟ ده ملف تكست عادي جدا تحت داونلودز. تمام. الامتداد بتاعه بي ام او بيم، دبل كليك عليه افتحه عادي جدا عن طريق النوت باد. هو ده الريكوست. هو ده ايه؟ هو ده الريكوست. تمام. هاخد كوبي من الهصه دي كلها واروح اعمل لها سبميت على السيرفر. اجي بقى على التابه بتاعت السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، ارجع تاني كده على الصفحه الرئيسيه، تمام، واقول له هنا ايه؟ ريكويست سيرتيفيكت ادفانسد سيرتيفيكت. تمام. اعمل بيست هنا للريكويست، واجي هنا اقول له ان انا عايزه التمبلت دي لكويب سيرفر لان اصلا بكونكت عليه كويب. تمام. واقول له سبميت. تمام. عايز اعمل داونلود للسيرتيفيكت. انا دايما التمبلت بتاعتي بتبقى 64 بت انكودد. داونلود كده للسيرتيفيكت. تمام. واسيفها اسمها سيرت نيو. نصبر كده لغايه ما يتعمل لها داونلود. كده خلصت. تمام. يبقى دي بتاعت الروت سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر ذات نفسه، لكن دي المفترض اللي الكلاينت او اللي هي المكنه يعني بتاعت الايس طلبتها، محتاجه بقى ان انا اضيفها على الايس. تمام. فهاجي تاني على التابه دي، انا كنت داخله دلوقتي على السايننج ريكويست، هو ده الريكويست اللي انا طلبته. هاجي اسلكت عليه واقول له بايند بقى السيرتيفيكت اللي انا طلبتها اللي اسمها سيرت نيو. تمام. هسميها اي اسم فريندلي نيم، ايس سيرت. عايزه استخدمها لايه؟ لعمليه الادمنستريشن. تمام. وعايزه استخدمها سي مثلا لبروتوكول الايب اكستنسبل اوثنتيكيشن بروتوكول. عايزه سي مثلا استخدمها للريديس، بروتوكول الريديس. بلاش البيكس جريد لان احنا مش مفعلين اللايسنس بتاعته. شوفوا عموما يعني ان انتوا عايزين تستخدموها لايه، وبعد كده انا في حالتي هكتفي بدول واقول له سبميت. تمام. انيبلنج ادمن رول. تمام. ميك شور ريكويست سيرتيفيكت تشين از امبورتد اندر تراستد سيرتيفيكت. بيقول لي بس اتاكدي ان السيرتيفيكت عندك ظهر تحت تراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتي اللي احنا اوريدي ضفناه. تمام. بيقول لي بس ان الفتره بتاعه السيرتيفيكت كبيره قوي، 5 سنين. تمام. وبالتالي اغلب البراوزرز ممكن ان هي ما تثقش فيها. ماشي اوكي. هقول له يس واقول لك ازاي تحل المشكله دي. كده بيسيف. بعد ما بيخلص بيعمل ريستارت للايس تلقائي. فبرضه هنوقف الفيديو خالص لغايه ما ايه، حاليا الايس هنا راح فين، هتلاقيه دلوقتي اساسا بيعمل ريستارت. هيخلص ريستارت وبعد كده نحاول نكونكت تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام. كده لما جيت اعمل له هنا ريفرش الدنيا واقعه اهو. ليه؟ قلنا تاني في الباك جراوند الايس ايه، بيرست دلوقتي، بيرست السيرفيس. تمام. فقلنا تاني برضه هصبر خالص لغايه
ما السيرفيس تخلص وبالتالي هيبدأ يكونكت. تمام. بعد ما خلص عمل ريستارت هو للسيرفيس، لما جيت عملت هنا ريفرش ده طلب مني برضو سيلف ساين سيرتيفيكت، رغم ان انا قايله المفروض كده ان السيرتيفيكت بتاعتي خلاص بقى تبقى فاليد. ليه بقى؟ زي ما قلت لكم بعض البراوزرز لما يلاقي اصلا الفتره بتاعت السيرتيفيكت طويله قوي، انا سبتها على الديفولت 5 سنين، اثناء ما انا كنت بسطب السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر سبت السيرتيفيكت تبقى فاليد لمده 5 سنين. فبعض البراوزرز مش الكل هيقول لك لا الفتره كده طويله قوي، فانا كده مش تراستد في السيرتيفيكت دي. اعمل ايه ساعتها؟ ممكن ان انا اعمل امبورت للسيرتيفيكت بايدي جوه البراوزر. هضغط على العلامه دي وادخل على سيتنجز، اسيرش على سيرتس فيو سيرتيفيكت، واجي تحت الاثوريتيز اللي هو المقصود بيه تراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتي، واقول له امبورت. انهي سيرتيفيكت في دول؟ الروت سي اي، عشان يبقى واثق اساسا في السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. تمام. واوبن، انا عايزه استخدمها للايدنتيتي ويب سيرفيس ولا للايميلز كمان؟ انا في حالتي عايزه استخدمها للويب سيرفيسز بس. اوكي تمام كده. لو اديت له بس هنا كده ريفرش، انا ما ضغطتش على اي حاجه، صح كده؟ وهتلاقي العلامه هنا علامه الغلط اختفت، ولو ضغطت هنا قال لي كونكشن سكيورد، بس بيقول لي هنا كونكشن فيريفايد باي ا سيرتيفيكت ايشور ذات از نوت ريكوجنايزد باي موتزيلا. الموتزيلا مش عارف مين السيرفر ده، بس انت اللي جبتيها بايدك، ماليش فيه. ده كده عشان الموتزيلا مش بيثق في السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر ده. تمام. بعض البراوزرز الثانيه ممكن الاقيها بتثق زي الانترنت اكسبلورر. فالمهم تاني، لو دخلت هنا كونكشن سكيورد فيريفايد باي مين؟ تي شوت. طيب لو دخلت هنا مور انفورميشن، عايز اشوف كده السيرتيفيكت، مش دي المعلومات بتاعت السيرتيفيكت بتاعتي والكومن نيم وكل حاجه؟ تمام زي الفل. وادي البابليك كي، ادي كل معلومات اهو. طب لو جيت دلوقتي على السيرتيفيكت دي كده بسرعه، ادي السيرتيفيكت بتاعتي روت سي اي اوبن. تمام السيرتيفيكت، بس حاله السيرتيفيكت بتاعتي المره دي اوكي شغاله تمام وزي الفل. ولو دخلت على الديتيلز شفنا البابليك كي. تمام. ولو جيت كمان تحت السيرتيفيكت اللي انا اساسا طلبتها للاي سيرفر، حاله السيرتيفيكت هي كمان تمام، بس هي موجوده لمين؟ متاخده لمين؟ للايس من تحت ايه؟ تي شوت. ولو دخلت تحت ديتيلز، لو نزلت تحت كده هلاقي هنا اهي سبجكت الترناتيف نيم، هي متاخده لمين؟ وانا بكونكت على السيرفر عن طريق الاسم ده والاي بي ده. انا قلت لكم تاني ممكن كنت احط اكتر من اسم، فلو انا كنت حطيت اسم كمان كان هيصر عندي هنا. فانا دلوقتي عملت كونكت عن طريق مين؟ الاي بي. طب لو حاولت ان انا في حالتي اكونكت عن طريق الاسم، سي دلوقتي اتش بي اس تمام ايس دوت تي شوت دوت كوم، في حالتي هيدي ايرور، هو مش عارف مين الاسم ده. طبعا لو بنتكلم في برودكشن حقيقيه المفروض ان الايس يبقى في الاول ممبر من الدومين، والكلاينت هو كمان ممبر من الدومين، وبالتالي الاثنين بيبصوا على الدي ان اس ريكوردز اللي موجوده هنا، فهيبقوا شايفين بعض بالاسم. طب انا في حالتي الجهاز ورك جروب اتصرف ازاي؟ ابسط حل بالنسبه لي دلوقتي اني لو دخلت هنا تحت السي، تحت ويندوز، تحت سيستم 32، تحت درايفرز تمام، تحت اي تي سي، هلاقي فيه هنا ملف اسمه هوست. بكل بساطة ادخل على الملف ده، عدل جواه، حط هنا الاي بي وحط الاسم. ده نعتبره كده كبديل بسيط للدي ان اس، ان انت لو عايز تطلع على موقع على جهاز كمبيوتر ومفيش دي ان اس ريكورد دي، حط معلوماته هنا. بس طبعا المشكلة دلوقتي ان انا لو حطيت المعلومات هقول مثلا 192.168.200 الاسم بتاعه هيبقى ice.tshot.com، واقدر اقول له تاب واحط اكتر من اسم. لو حاولت ان انا سيف دلوقتي الملف ده سيف، مش هيرضى، هو طالب مني مسار مختلف كنوع من السكيورتي، لان ده ملف السيستم رافض ان انا اسيف عليه. فكل اللي فيها بس ان انا هعدل في الان تي اف اس بيرميشنز، هاجي كليك يمين عليه تمام بروبرتيز، وبعد كده ادخل على السكيورتي تاب اديت. انا دلوقتي داخله بمين على الجهاز ده؟ سي ام دي. لو قلت له هو ام اي، قال لي ان انا داخله باليوزر اللي اسمه عبير، عبير ده اللوكال ادمن، فهاجي هنا اضيف اد اليوزر اللي اسمه عبير اللي هو اللوكال ادمن في حالتي، وادي لنفسي فول كنترول على الملف ده. طبعا مديني تحذير لان ده ملف سيستم،
نفتحه تاني كده بالنوت باد، اجي تحت هنا احط الريكورد بايدي، سيفت المره دي مفيش مشاكل. وطالما سيفت، لو جيت هنا دلوقتي على السي ام دي وقلت له بنج على ايس ايس دوت تي شوت دوت كوم، اشتغل عادي. على فكره كيس انسنسيتيف، مش شرط كابيتال وسمول. بالتالي لو حاولت ان انا كونكت كده عمل كونكت، ونفس الكلام ما طلبش مني اي حاجه، تمام. السيرتيفيكت ايه؟ فاليد وشغاله تمام من غير اي مشاكل. حد واقع مني كده في اي حاجه ليها علاقه بالسيرتيفيكت اللي هي بصت عمر ليا دلوقتي، ان شاء الله ما كانت تبقى فاليد، صح؟ تمام.